امبارح الحمد لله نقدر نقول ان احنا تخطينا منتخب السويس في كاس طبعا مصر، وناس راضي عن الاداء وناس مش راضي، ماشي ده شق. المنتخب الاولمبي على الصعيد الثاني يعني تعادل سلبا مع النيجر في اول ماتشاتنا في بطوله افريقيا، وناس زعلانه وناس زعلانه، مش هقول في ناس راضيه بصراحه، خلينا نتكلم بمنتهى الصراحه والشفافيه، كنا متوقعين اداء افضل من ذلك. على كل حال هنتكلم في كل ده، هنتناقش كمان في التفاصيل، بس خلينا نرحب بضيفنا كريم فضل الناقد الرياضي. منجور يا كريم، صباح الهنا. صباح الفل منجور، سعداء بوجودك معانا كريم، منور الدنيا كلها، وكل سنه وانت طيب. الضحكه الجميله دي لازم تكون احلى صباح والله يا استاذ كريم. صباح الفل، ربنا يخليك. صباح الفل عليك. تعالى نبتدي بماتش امبارح، وانت من انهي جماعه من الجماعتين اللي هواد ذكرتهم؟ كنت من الناس الراضيه كل الرضا، ولا الناس اللي عندها تحفظات؟ يعني راضي على النتيجه والتاهل بالطبع، ولكن في تحفظات على الاداء، بس ده وضع طبيعي جدا بعد يعني مجهود كبير اتعمل خلال الفتره الاخيره من الجهاز الفني واللاعبين. والمعروف دايما ان مباريات الكاس بتحمل المفاجات، يعني هنقول الاهلي قدر انه يتاهل وده الاهم، القادم بقى هو ده الاكثر اهميه، يعني خلاص مرحله وعدت بكل تفاصيلها. في النهايه انت لو كنت سجلت ركله الجزاء، سجلت من الفرص اللي اتيحت لك، كان ممكن تكسب بسكور. وكل التحيه طبعا لمنتخب السويس او فريق منتخب السويس على الاداء اللي عمله ده، خصوصا ان هم قاعدين بقالهم فتره طويله وفي تغييرات حصلت كتير جدا في الاجهزه الفنيه يعني. بس خليني اقول لك حاجه برضو يا كريم، بغض النظر عن ضربه الجزاء طبعا، يعني ده وارد بيحصل في العالم اكيد كله. طبعا، بس هل انت كنت شايف اللعب حلو، الاداء كويس، التاكتيك كان كويس، اللعيبه في افضل حالاتها، ولا كنت شايف فارق عن اخر مباراه مع حرس الحدود على سبيل المثال؟ لا انا قلت لحضرتك في البدايه اكيد في فارق، يعني في تراجع مستوى، في تغييرات حصلت. ايوه ما ده بتبرره بالدخول بيه. ده وضع طبيعي جدا، يعني في مباراة الكاس لما بتلعب يعني فرق مع كل الاحترام في اقل في المستوى، بتنزل يعني بالبلدي كده بتنزل سيكا في المستوى. مع يعني مع اشتداد المنافسة والصراع وقوة المنافسة، الاهلي هيرجع تاني يلعب بالمستوى الطبيعي بتاعه. انا عندي تحفظ واحد، انا كنت اتمنى اشوف بعض اللاعبين مكان لاعبين اخرين، يعني كنت اتمنى اتاحة الفرصة للاعبين ترتاح زي ما حصل مع مثلا علي معلول بالظبط. يعني كنت اتمنى ان لاعب زي مصطفى شوبير او علي لطفي يكون هو حارس المرمى، كذلك محمد شريف، كان محمود كهربا، او اجرب شادي حسين. ده كان بس التحفظ البسيط ان في لاعبين عايزه فرصه علشان نقدر كجهاز فني يعني يحكم عليها الحكم النهائي، لان خلاص احنا بدانا. ان كولر بشكل عام عنده توجه للتدوير بصفه مختلفه، دي حقيقه، وهو يعني اكتر مدير فني جرب او اكتر مدير فني استغل العناصر اللي معاه هو مارسيل كولر دون يعني دون شك. بس انا بتكلم ان احنا في نهايه موسم، وفي لاعبين عايزه فرصه اكتر للظهور علشان خاطر يتم الحكم عليهم بشكل نهائي. ده اللي كنت اتمناه فقط يعني، ولكن اجمالا انا راضي جدا عن النتيجه. شايف ان انت قدرت انك تحقق الاهم في مباريات تكسب ولا تلعب زي ما بيقولوا، دي مباراه من المباريات دي، مش المباراه النفس الطويل. دي من المصطلحات اللي استجدت مؤخرا، يعني بقينا نسمعها مؤخرا، ما كانتش بتتقال زمان. يعني كان زمان وكان جماهير زمان ما يرضيهاش غير الاداء الحلو اللي مرتبط المقترن بنتيجه مرضيه، مش حاجات بقى ايه حققنا الغرض، حققنا المطلوب. ما فيش مشكله، يعني انا لو اقدر اعمل احقق المعادله الصعبه دي اللي هي الاداء والنتيجه، انا طبعا هكون راضي جدا كمشجع قبل ما اكون كمتخصص. ولكن انت ممكن تلعب جيم عظيم جدا واداء هجومي كبير جدا وتخسر، يبقى خلاص انت اوت، يبقى خرجت من البطوله. فيبقى الافضل انك تكمل في البطوله ولا انك تخرج منها؟ كمل طبعا. بس طب هل الروتيشن من وجهه نظرك برضو يعني بيعتمد فيها كولر اكتر في مسابقه الدوري، يعني بيبقى مطمئن اكتر؟ يعني هو انا شايف ان كولر عايز يخلص يفنش الدوري الاول، وبعد كده يعمل الروتيشن بشكل كبير. هو بيعمله بالفعل، بس في حدود 3-4 لاعبين مثلا. مع حسم البطوله اعتقد ان احنا هنشوف عدد كبير جدا من اللاعبين الصغار ومن اللاعبين اللي هم بعاد عن المشاركه. ده اللي انا متوقعه، وده اللي انا متاكد منه في نفس الوقت حسب رؤيتي لتفكير مارسيل كولر، سواء في الفترات السابقه لي مع الانديه او المنتخبات او في الفتره الحاليه مع النادي الاهلي. انت بشكل عام كلامك عنه، حتى النيرف اللي بتتكلم دي عنه، بيوحي بان في استحسان،
يعني انت شايف انه كان ليه انعكاسات طيبة من اول ما جدا يعني على كافة الاصعدة سواء فنيا او حتى نفسيا او حتى على مستوى المؤتمرات الصحفية والتصريحات بتاعته. يعني انت لو سألت اي مشجع حتى مش بيشجع النادي الاهلي هيقول لك ان مارسيل كولر راجل ذكي جدا في التعامل بتاعه مع الصحفيين ومع وسائل الاعلام ودقيق جدا، والكل شهد بده اثناء المؤتمر الصحفي قبل مباراه الوداد الاخيره. كان في اسئله يعني تحمل نوع من الاستفزاز، مش يعني مش سالكه يعني صعبانيه شويه، ولكن هو قدر ان هو يتغلب عليها بذكاء فطري يحسد عليه. نفس الامر مع الصحافه المصريه وبعض الاسئله اللي بتساله عن لاعبين مثلا ليه ما بيشارك، ليه مستوى اللاعب سين اوساط تراجع، لا هو بيعرف يرد ردود كويسه جدا جدا وبيعرف يتعامل مع بالظبط، وده يعني كسبه ارضيه اكبر بجانب طبعا النتائج العظيمه اللي بيحققها. يعني ما شاء الله يعني تاتش وود كل البطولات اللي دخل فيها كسبها بدايه من الـ يعني خلاص الدوري بنسبه كبيره اتحسم، كاس مصر، كاس السوبر، دوري ابطال افريقيا، فما شاء الله يعني نتائج عظيمه وبطولات كبيره جدا في الموسم الاول له يعني مع الكره المصريه. انا مش عايزه اروح دلوقتي للمنتخب الاولمبي لان هيبقى عندنا كلام كتير جدا بصراحه، خلينا لسه في الالف. طب هنعمل ايه؟ ما رحبش اول فكره. يعني هنحاول نعدي ان شاء الله هنعدي. لا بس طبعا هو القصه كلها انك مش هتقيم دلوقتي، ولكن مش بدايه موفقه. يعني انا ما يهمنيش التعادل السلبي، انا يهمني ان انا اشوف لعب حلو في الارض وده ما شفناهوش، خلينا نبقى متفقين. هنخش على الملف ده دلوقتي. طيب خلاص فتحت الكلام. بصي انا معاكم، انا معاكم في اي حاجه. هي الفكره ان انا كنت مع حضراتكم واتكلمنا في النقطه دي، ان الاختيارات للاسف يعني على مستويات الناشئين والمراحل العمريه الاصغر في مصر مش كتير. ليه؟ لان المدربين عندنا بتعتمد على قاعده مش كبيره، لعيب الدوري الممتاز. طيب انت لو بصيت على لعيب الدوري الممتاز في المرحله العمريه اللي هي تحت 23 سنه بدايه كده من مركز حراسه المرمى، مش هتلاقي ولا حارس بيلعب اساسي في الدوري الممتاز، كلهم لاعبين احتياط وحارس ثالث ورابع. نقطه مهمه جدا. الباك رايت لما اصيب احمد سعد عبد النبي لاعب الداخليه الله يشفيه يعني تعني ضم عمر فايد مساك، يعني رايح البطوله باك رايت واحد بس احمد عيد لاعب انبي. في الوقت ده في الوقت اللي كل الناس بتشيد بمحمد حمدي لاعب ام بي اللي هو الباك ليفت ولاعب الوسط مميز جدا ومواليد 2003 يعني سنه مناسب يلعب معاه، ما بيضموش. مودي ناصر لاعب ام بي كذلك افضل لاعب وسط مدافع في مصر في المرحله العمريه دي وبيشارك بشكل اساسي في كل المباريات سواء مع مصر المقاصه السيزون اللي فات ومع الموسم الحالي ما بيتمش اختياره. فانا كان ليه ده حاصل؟ ما انا ما اعرفش يعني انا اتمنى ان حد من المسؤولين في الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي يرد عليا، لان انا حاولت اتواصل معاهم ما قدرتش، وحاولت اوصل لهم المعلومه دي يا جماعه في حد بيلعب، في حد بيشارك، الطبيعي اللي بيلعب يبقى يعني كانت حاجه غريبه جدا بالنسبه لي انه يضم احمد ميهوب وهو مش بيشارك مع انبي وما يضمش مودي ناصر وهو بيشارك، يعني كان لغز بالنسبه لي. انا بتكلم على حاله شفتها. في نفس الوقت لو رحت على مركز راس الحربه اللي هو التارجت بقى بتاعي اللي بيسجل اهداف هتلاقي اسامه فيصل سجل هدفين فقط، عبد الرحمن عطف اجويرو سجل هدف، شكرا مفيش حد تاني. يعني مع كامل احترامي يعني لاحمد، من قله العناصر اللي عندنا في البلد ما هي دي يا استاذ كريم اللي انا بتكلم فيها. انت ما عندكش قماشه عريضه، انت عندك حته قماش صغيره قوي بتشتغل عليها، فهل ده يكون سبب ان احنا نخرج او نخسر؟ طب انت ليه ما بصيتش على العناصر المحترفه بره وعندنا عدد كبير جدا؟ ايه المشكله انه يكون بيلعب دوري درجه ثانيه او ثالثه في اي نادي في اوروبي بس بيشارك؟ لسه محمد ياسر لاعب النادي الاهلي المعار اللي بيلعب في التشيك لعيب كويس جدا وامكانياته كويسه جدا، ما بيتمش اختياره او حتى التفكير فيه. هو الاختيار ده مين بيختار بالظبط يعني عشان نبقى لا الجهاز الفني. الجهاز الفني. طب ما الجهاز الفني ما عشان برضو نبقى فير، الجهاز الفني اللي هو المفروض مهمته اختيار الفريق او المنتخب بيتغير، هو كل اختيار لا. سيء يعني ميكالي بقاله فتره ومعاه كابتن وائل رياض وكابتن وائل حد شاطر جدا ومجتهد. احنا كل مره يا كريم بنقول نفس الكلام، الاختيار سيء. ما هو ده اللي انا بقوله. ما انا ما يعني انا ما اعرفش الاسباب اللي بتدفعهم ان هم ما بيختاروش اللاعب سين او صاد. انا بتكلم بصفه ان انا راجل بتابع الدوري المصري وبتكلم في حاله، يعني حد يطلع يقول لي انت غلط. طب انت رؤيتك لكيفيه الاختيار في المنتخب الاولمبي عندك نفس التحفظ فيما يتعلق بالمنتخب الاول؟
في مسألة اختيار العناصر وقوام الرئيسي ليه؟ لا بالعكس، يعني أنا شايف إن روي فيتوريا موسع القماشة جدا وبيدي فرص للاعبين، أي لاعب يتألق في الدوري المصري بيضمه. وكلنا شفنا محمود حمادة لاعب فاركو بيلعب أساسي، يعني مش مجرد أنه بينضم. ومصطفى زيكو حرس الحدود رغم أن الحرس هبط موجود، وأكتر من لاعب بيتم ترشيحه للمنتخب الأول سواء من المحترفين، بيجيب بيرجع تاني، أحمد حمدي بيظهر في الصورة، سام مرسي رغم أنه بيلعب في درجة يعتبر درجة ثالثة في إنجلترا بس بيقدم مستويات قوية جدا، بيرجع يفكر أنه يضمه. فبالعكس إحنا شايفين أهو يا راجل بيشتغل وبيشوف. انت النادي الاهلي مثلا في حاله تالق كبيره جدا للاعبين، 9 لاعبين موجودين من النادي الاهلي، بس ده العادي ده دايما. مش فكره العادي، هي فكره يعني. ان هل يستحقوا ولا لا؟ ما هو دايما بيكونوا بيستحقوا. انا على فكره والله هنا بتكلم بعين مشجعه مصريه مش خالص اهلاويه، هو ده دايما اللي بيكون حاصل النادي الاهلي مينلي يعني. اكيد، بس انا بتكلم برضو في فكره ان في مثلا عناصر يعني محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، الاثنين ما شاء الله مكسرين الدنيا مع النادي الاهلي، مع الاهلي بالظبط، خلاص بيروحوا المنتخب اوريدي. محمد هاني اللي هو يعتبر افضل ظهير ايمن في الدوري المصري موجود وبيلعب بشكل اساسي، لو في باك شمال في النادي الاهلي مصري وبيقدم بشكل كويس اكيد هينضم. تفتكر بقى بكل ده النتائج هتتغير مع روي فيتوريا يعني ولا احنا؟ هي النتائج ماشيه بشكل كويس جدا، يعني هو من وقت توليه، احنا طبعا كان حصلت الهزه الكبيره بالخساره من اثيوبيا وبعد منها كوريا الجنوبيه وديا، هو تولى الموضوع ما شاء الله. يعني احنا كسبنا رواندا رايح جاي، سوري ملاوي ماتشين رايح جاي، وكسبنا منتخب غينيا، وحتى على الصعيد الودي ماشيين بشكل كويس. بس هو يعني انا نفسي في حاجه اللي هو يا جماعه بصوا ايه المشكله، انا يعني مش عارف هينفع اقولها ولا لا، بس انا تعاملت مع منتخب افريقيا، انا تعاملت مع منتخب افريقيا خلصت ضميرك وريحت قلبك من السر اللي انت كاتبه جوه. مش سر، انا تعاملت بشكل شخصي مع احدى المنتخبات الافريقيه. أوكي. جميل. المنتخب ده فيه اكتر من لاعب بيلعب في الدرجه الثانيه هناك، يعني دوري ضعيف جدا جدا ولاعب درجه ثانيه وبيلعب اساسي ومتالق، يعني ايه انت مش قادر تعمل ده؟ انا مش بقول لك روح الدرجه الثانيه والدرجه الثالثه في مصر اللي اكيد فيهم عناصر كويسه وشفناها في مسابقه الكاس. على فكره في الدرجه الاولى يعني دلوقتي هو مش المفروض ان فيتوريا والجهاز المعاون ليه المفروض يبقى عينهم على كل ماتش بيتلعب في الدوري المصري وبيكتبوا عندهم اسماء المتالقين في كل الفرق؟ فيتوريا بيعمل ده ويعني حتى المباريات الوديه بيحضر وبيتابع وعنده يعني عنده فيجن وعنده رؤيه كويسه جدا. انا بتكلم على الاجهزه الناشئين والمراحل العمريه الاصغر، مفيش الكلام ده، يعني بتبقى اختيارات عجيبه جدا. ده اللي نتج عنه ان احنا بنتكلم على منتخب اولمبي ما هوش الامثل. بالظبط، زائد ان يعني مع كل احترام لمنتخب النيجر مش هو ده المنافس ليك، انت لسه هتلاعب مالي. انا لو قلت لك العناصر اللي عندها بتلعب فين وبتعمل ايه يعني هتتخض فعلا. يعني منتخب غانا قدر انه يكسب بالمحترفين بخبرات اللاعبين اللي عنده، منتخب الكونغو في البطوله، حتى المغرب عبد الصمد الزلزولي هو اللي سجل الهدفين وكانت مباراه قويه جدا مع منتخب غينيا. طب انت عاوز تحقق مركز من الثلاثه الاوائل او على الاقل توصل سيمي فاينل وتلعب، لو ما توفقتش تلعب ملحق مع اسيا. طب انت هل تقدر انك تعدي ده؟ هي مجموعه 4 منتخبات فقط، مجموعه 4 منتخبات فقط، 3 مباريات، انت تعادلت في المباراه الاولى، لازم تكسب ماتش على الاقل من الماتشين اللي جايين وتتعادل واحده كمان لو ما كسبتش الاثنين عشان تصعد. فالموضوع انت بتصعبه على نفسك، والبدايات القويه دايما بتديك بوش جامد، يعني بتديك دفعه للامام. طب انت بدات مش احسن حاجه، يعني انت لو سالت حتى المتخصصين في الكره الافريقيه في مصر والوطن العربي مين احسن لاعب في منتخب النيجر او مين العناصر اللي هي خطيره، هيقول لك انا ما اعرفش عنهم حاجه. فانت عندك، هل انت عندك تيم تحليل فني قال لك منتخب النيجر ده بيلعب ازاي، ايه عناصر الخطوره بتاعته، ايه قوته، كرات الثابته؟ هو المفروض احنا كجماهير مش شرط نبقى عارفين، بس هو ما كجهاز أنا فني لازم. انا بتكلم دلوقتي، انا بتكلم ده طبيعي. انا ككريم انا عارف يعني كمتخصص بالظبط، لان انا يعني بالظبط المنتخبات اكيد لازم لا وفي يعني بفضل الله في الموجود ده. فليه بتكلم ان في نقص معلومه هيكون عند الجهاز الفني؟ ما هو يعني هرجع تاني للتجربه الافريقيه اللي انا اشتغلت فيها، عنده 7 محللين اداء فني، 7 دوله صغيره جدا يعني لا تذكر، يعني عنده التيم التحليل بتاعه 7. انت لو بصيت على يعني حضرتك طلع
الجهاز الفني والاداري للمنتخب الاولمبي يشوف في كم محلل، في كم اداري، في كم مدرب. المفروض ان الحاجات دي كلها، كل النواقص دي انجاز التعبير، المفروض ان هي تكتمل او ان هي ابتدت تكتمل بمجرد جلب بيتوريا الاول. بس انا هطلع معاكم تاني بعد الكلام ده ولا خلاص؟ اه والله صح، احنا تاني بنقول نفس الكلام يعني، واحنا مع يعني مع المفروض ان نستجدد امور ينتج عنها حل للمشاكل اللي احنا بننتقد يعني وجودها. بص يا استاذ كريم، انت علشان تساير التطور لازم تبقى يعني على مستوى واحد معاهم. شوف الغرب بيعمل ايه في الكوره وخليك زيه، اما كنتش تبقى افضل، لان انت برضو عندك تاريخ. احنا جبنا حد من الغرب ذات نفسه عشان يمسك الملف كله. ما هو هل اللي في الغرب ده مديله صلاحيات كامله ولا مين اللي بيحرك الامور؟ وبيتعامل مع مين في الغرب وبيتعامل مع مين عندنا؟ اليه التنفيذ نفسها. انا ممكن اقعد انظر واشرح مع حضرتك ونقعد نتكلم، لو احنا قعدنا اتكلمنا في الموضوع ده او في النقطه دي انا متاكد ان احنا نقعد 7-8 حلقات ومش هنمل ولا هنزهق. بس التنفيذ بقى، هل انت تقدر تنفذ ده على ارض الواقع؟ هل انت يعني انا بتسمع شويه حاجات، ايه تطوير كره القدم المصريه؟ ايوه، بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ انت لحد دلوقتي يعني انا اسف، انت بيتم احتساب تسلل في مباراه السويس من ركله مرمى يا جماعه، يعني تطوير ده ولا مش تطوير؟ ده احلى تطوير بامانه، وخليك موضوعي يعني. تطوير ده ولا مش تطوير؟ يعني انا مش عارف يعني، لو الفيفا خدت خبر هتزعلنا جامد. طب ما انا على فكره اقول لك على حاجه، احنا عمالين نضحك بس هو الموضوع فعلا صعب كده. يعني دي كوميديا يعني سوداء. لما انت تتكلم ان فعلا ملف تطوير كره القدم المصريه اللي احنا بقالنا فتره كلنا بنتكلم عنها واللي ليها كذا فرع، يعني عندك شق خاص بالتحكيم، شق خاص بالاداره الفنيه، شق خاص باللعيبه نفسها، شق خاص باللي هو الأسس والجداول توضع وكده، كل دي منظومة في الآخر تقول لك تطوير كرة القدم من عدمها. فمفروض ان احنا شغالين على كل ده. هل انت شايف ان كل فرع من دول برضو مش مؤدي الغرض المفروض يكون عليه؟ يعني رحنا جبنا كلاتنبرج والتجربة فشلت، وبعدين استعنا بخبرة أجنبية مختلفة. أيوة، كلاتنبرج التجربة فشلت ليه؟ ما هي نجحت في العالم كله بس هي فشلت معنا. يعني هو الراجل كان في اليونان وكان في السعودية يعني هنعتبرها فشلت زي ما هم بيقولوا. طب مش على الأقل أعرف فشلت ليه؟ أقول لك أسباب مين؟ ما هو احنا متابعين أكيد، احنا عارفين. الجانب المصري قال لك لأن الاتفاق ما كانش إن هو مش هيبقى متواجد بشكل أساسي، وكل شغله كان على طريق سكايب وحاجات زي كده، وهم شايفين إن ده ما ينفعش أو زوم يعني. هو بيقول لا، ده كان التعاقد بتاعي من الأول، ده غير المشاكل اللي هو واجهها هنا يعني. مش عشان خاطر انه كان بيتم انتقاده يعني عيانا بيانا كده في احدى القنوات، وكان اشتكى الاعضاء الاتحاد قالوا له احنا مش هنقدر نرد، حصل. طب يعني معنى كده حد يقبل على نفسه ده؟ معنى كده ان ملف التطوير محتاج تطوير. والله بكلمك بامانه، صح ولا لا؟ هو الفايل تقيل شويه بس كده برضو. لا، هو محتاج تطوير، محتاج تطوير. احنا يعني احنا بنضحك يعني والله، بس عايزين حل يعني. عايزين نقول يعني في جوانا كلام كتير قوي، يعني لو احنا اتكلمنا فيها هننفجر يا جماعه. احنا شايفين والله، احنا بنفهم على قدر عقولنا، بنفهم. طب بقول لك احترم عقولنا. ما تيجي نتخيل بشكل مجازي كده ان انت بقيت انت المسؤول عن ملف تطوير كره القدم المصريه. سمعنا قراراتك بترتيب الاهميه، هتعمل ايه؟ والله يعني المسؤوليه هتبقى صعبه جدا. كريم النهارده جاي ايه؟ ده بس هو الكلام حلو معاه، الكلام حلو تحس كريم وبعدين ايه، وقعد يفرك عايز يقول حاجات كتير ومتحفظ ويقوم يضحك بدل طيب ما طيب انا هقول لحضراتكم بس على حاجه يعني التجربه الالمانيه. الاتحاد الالماني لكره القدم عمل حاجه لطيفه قوي، ان طبعا في مسؤولين في الاتحاد ومدربين في الاتحاد كانوا بيروحوا المناطق، كل ثلاث او من 3 لـ5 مدربين بيروحوا المنطقه زي منطقه القاهره والاليوبيه والكلام ده، بيروحوا بيعملوا خطه عمل مع المنطقه وبينفذوها على ارض الواقع مع المدربين وبيشتغلوا عليها من سن البراعم لحد 18 سنه اللي هو يعتبر اخر سن الشباب، مش زي عندنا اللاعب عنده 23 سنه 24 سنه يقول لك فاز. يا ريت ده فاز كريم فضل بجائزه افضل ناشئ في الدوري المصري 25 سنه ناشئ. ايه يا عم الحاج؟ هم اشتغلوا على الحاجه دي وعملوا بلان زي بلجيكا، زي المغرب، زي السنغال. السنغال انا كنت لسه بتكلم من فتره كده، السنغال عندها 88 لاعب في الدوريات الخمسه الكبرى درجه اولى ودرجه ثانيه، 88 لاعب باسعار طبعا يعني حتى على المستوى الاقتصادي بيعود ده بالنفع على الدوله بتاعتهم، لان في ضرائب وفي مدخلات وفي مشاريع بتتعمل، فبيحققوا الشقين، الشق الفني ان هم يبقى عندهم منتخب قوي جدا، والشق المادي ان هم
عندهم الترانسفير والسالري بتاعهم بيعلى جدا وفلوس بتكبر. طب انت عندك كام لاعب؟ انت عندك 4 لاعبين فقط كدوله مصريه اللي هي عدد احنا ما اعرفش احنا 120 او 120 مليون دلوقتي. في ناس بتنتقد الكلام بتاعي تقول لك لا ما انت كده هتضعف الانديه وان يبقى ايه المشكله انك يبقى عندك موهبه صغيره انك تساعدها انها تحترف. على فكره لما تحترف هتجيب لك فلوس كتير جدا تقدر تعمل سكواد قوي جدا. يعني لو لاعب خرج من النادي الاهلي وتم بيعه مثلا ب 50 مليون يورو او ب 50 مليون دولار وانت حاطط بند يقول ان انا هاخد 20% هتاخد مبلغ كبير جدا تقدر تشتري بيه لاعبين تقدر تصرف بيه على قطاعات الناشئين عندك. تخيل بقى لو كل الانديه المصريه وخصوصا الانديه الشعبيه اللي هي بتعاني وبتصرخ يعني خلاص احنا بنموت مفيش فلوس مفيش لو عملوا ده يعني انتوا تخيلتوا معايا ان مثلا يطلع من طنطا 2 لاعبين في الدوري الانجليزي ويطلع من كذا ويطلع من كذا. يعني فريق جنراسيون فوت في السنغال مخرج اكتر من 150 لاعب خلال 3 سنين. اكاديمية يعني انت كريم رايت تو دريم في غانا. يعني على حاجه برضو يا كريم عشان مش عايز اقول لك يعني الارقام يعني الكلام يبقى واقعي شويه. هل تعتقد ان فعلا يعني المسؤولين عندنا في الملف ده مش بيجي في بالهم او مش بيشوفوا او مش بيطلعوا على العالم ماشي ازاي؟ أنا يعني اي داوت ان ده حقيقي. هرد على حضرتك رد واحد هقول لك المسؤولين عندنا بيهتموا بايه يعني ومش هكمل عشان انت هتفهمي. المسؤولين عندنا اول حاجه في ضمن اهتماماته انه هيسافر مع البعثه امتى؟ لا وهتروح فين؟ يعني انا همسك انا عضو اتحاد كوره همسك الفريق الاول المنتخب الاول يعني وانت سين هيمسك المنتخب الاولمبي وصاد هيمسك المنتخب الشباب وعين الكره النسائيه وتحط ارقام كبيره جدا والبدلات والسفريات والدنيا لطيفه خالص. هو ده اللي بيتحط؟ طبعا. لا ده في حاجه كمان ان كل عضو اتحاد بيجيب مين مقرب له من اللاعبين او المدربين السابقين يعينوا في المنتخبات الوطنيه. اشاره حضرتك ان الكلام ده اكيد على عهدتك انت الشخصيه وعندنا كل بياناته ارقامه وعناوينه وكل حاجه تخصه. ما انا قلت لك على بعد الحلقه دي هطلع تسليم اهالي يا اكسلانس هنسلمك تسليم اهالي. انا يعني انا مسؤول عن كلامي. هو للاسف اقول لك على حاجه يعني عشان اطمنك مش اول مره نسمعها من ضيف يعني مش اول مره. احنا كاعلاميين او كمذيعين ملناش ان احنا نتفق او نختلف بس الواقع لما يتقال بيكون واقع. يعني الواقع لما يقال بيكون واقع. هنهز دماغنا. لا مش هنهز ومش هنعترض بس احنا بنسمع وبنعرض الكلام للناس. لا انا مش بقول على حضرتك وانا بقول احنا كلنا بنهز دماغنا يعني بنبقى عارفين الكلام. كريم انت النهارده بس انا بتكلم بشكل عام. انت شايف ان بالتالي انصراح على فكره الصوره مش سوداويه انصراح الحال محتاج قرارات ثوريه من اولي الامر من الاشخاص والاطراف المعنيه. بالظبط مش كده برضه؟ احسنت التوصيف. زائد ضمير. ضمير كل واحد يشتغل بضمير يعرف ان يعني انا جاي عشان خاطر انجح جاي عشان خاطر اشتغل ما احطش الاهواء الشخصيه في اي حاجه. لو حضرتك تدخلت الاهواء الشخصيه لو انت حضرتك ما بتحبش كريم او مش طايق كريم مش عايز كريم ده تاني اول ما الاعداد هقول لحضرتك لا مش عايز كريم ممكن يكون كريم ده افضل حد ممكن يعمل معايا حلقه بس انا مش عايزه خلاص يبقى انت اللي بتخسر مش الشخص التاني انت اللي بتخسر. واحنا ينفع نوصل لمرحله ان احنا سايبين شكل كره القدم المصريه في مهب الريح للدرجه دي؟ والله انت حضرتك بص برضو على اللي حواليك مش هقول لك بص للدول الاوروبيه لانك بعيد للاسف عنهم بص اللي حواليك شوف الدوري السعودي بيعمل ايه شوف الدوري المغربي الدوري الجزائري شوف المنتخبات بتاعتهم منتخب الجزائر منتخب المغرب منتخب تونس بيشارك بشكل مستمر في البطولات القاريه وبينافس عليها بيشارك في كاس العالم بينافس على البطولات المراحل العمريه الصغيره وبيتاهل لكاس العالم. منتخب تونس عمل بطوله كويسه جدا في كاس العالم في الارجنتين صحيح ما توفقش ولكن شارك وقدم مستويات جيده. منتخب المغرب والطفره الرهيبه اللي حصلت طبعا. مع يعني كان جرأه في القرار ان انا هختار مدير فني محلي نجح مع الوداد ووفر له كل السبل اللي تخليه ينجح يقول انا عايز ويلف بنفسه يروح مع الانديه الاسبانيه ويتابع ويشتغل والاتحاد المغربي او الجامعه المغربيه الاتحاد الجزائري والتجربه الشهيره ان هو يستقطب اللاعبين ذوي الاصول الجزائريه. المغرب بتعمل ده المغرب بتجهز عندها جيش من المحترفين وبالاضافه اللاعبين داخل الدوري المحلي اقوياء جدا. يعني انت لو قلت مثلا المغرب بتعمل تشكيل هتختار من 50 60 لاعب
بعكس الدوري المصري. هم كان محترف والجزائر بصفه خاصه آلية انتقال لاعبيهم للدول الأوروبية وللدوريات الأوروبية أسهل بكثير من عندنا بحكم حتى التاريخ والموروث الاجتماعي والثقافي، هم أقرب بكثير لمسألة. ما أنا عشان كده يعني ما اختصتش الموضوع بالمحترفين فقط، أنا بتكلم على بطولة محلية منتظمة فيها منافسة، فيها عدالة تحكيمية، وفيها عدالة إدارية. مفيش، هي على الكل، الجيد واللي بيلمع هو اللي هختاره بس. للاسف ده ما حصلش. بص يا كريم، هو ملف كبير ومحتاج كلام، ومحتاج انا نفسي مره نفتحه ومعانا حد مسؤول مثلا، نتكلم بقى في الاتحاد، مسؤول في الجهاز الفني، يقول لنا. يعني دايما احنا بنكلم نفسنا، يعني دايما لما بنيجي نفتح الملف ده يا كريم بمعنى جهه واحده، انا نفسي مره يبقى في جهتين قاعدين عشان نقدر نشوف حتى ردود، لان ده اللي يكون ساعتها الحديث فار. يعني على كل حال خلينا نكمل، لان عندنا لسه ملفات والوقت صغير جدا. انا عايزه اروح معاك للاهلي كمان، لان الاهلي فيه لسه ماتشات مهمه جدا، عندك اتحاد السكندري، وعندك فيوتشر، وعندك البنك الاهلي وغيره من المؤجلات، ويعني الماتشات المهمه. مطمن سو فار على الماتشات المتبقيه؟ شايف ان حتى وان كنا متشتتين، وده برضو ظاهره يعني نادره عالميا، ان بلعب دوري وبلعب كاس وبلعب افريقيا كله مع بعضه، بتشوف اللي جاي مطمنين عليه؟ يعني خليني اعرف منك رؤيتك للي جاي، خاصه الماتشات. حضرتك المشكله في ايه؟ المشكله برضو هنا في مشكله. طبعا، لان الناس بتحمل النادي الاهلي الازمه، انك عندك عدد كبير من المؤجلات. طب يا جماعه، طب انا يعني انتوا مش حاطين، لا دي حقيقه، يعني طبعًا. انا ما اعرفش، في معروف ان في مشاركات افريقيه، وانتوا بتحطوا جدول الدوري او جدول المسابقات بتاعتكم، بيبقى قدامكم كل حاجه طبعًا. وده الاهلي لو وصل لدور الثمانيه هيلعب ايام كذا وايام كذا، ووصل سيمي فاينال هيلعب ايام كذا، لو لعب كاس عالم الانديه مع البطولات المستحدثه كمان، حتى الانديه الاخرى يعني بطولات عربيه او كونفدريشن كاب، لازم تبقى عارف ده، منك انك تضغط ماتشات معينه الاهلي يلعب كل 3 ايام ترهقه جدا. طب على رايي الهواد بيحصل كل موسم، ما حدش خد باله من اللقطه دي الفتره اللي فاتت. يعني هل الانديه الاوروبيه، يعني الدوري الانجليزي اللي فيه 20 فريق وفي 4 فرق بتشارك في دوري الابطال وثلاث فرق بتشارك في اليويفا كاب وفي البطولات الاخرى، بالاضافه للاجنده الدوليه الفيفا دي، طب انت هل الناس دي يعني عندهم ثلاث عقول في مخهم، ولا عقل واحد؟ هو عقل واحد، وعارفين انا بحط الورق بتاعي كله قدامي وببدا احط الجدول بتاعي على هذا الاساس. تمام، ما تجيش بقى انت لما عشان العك اللي بيحصل ده تقول اصل الاهلي بيتاجل له، والاهلي يا حبيبي ده الاهلي كده مظلوم، الاهلي هو اللي كده هو اللي متضرر. مين بقى هتقنع مين؟ ما علينا، يعني علشان خاطر عليها يعني. تعالى بقى نروح للنقطه الفنيه. يعني انا واثق ان الاهلي بالسكواد الحالي بالعقليه بتاعت كولر يقدر يحسم المباريات دي، ويقدر يحسم بطوله الدوري، وفي نفس الوقت يقدم اداء كويس جدا، خصوصا ان الجمهور بدا يحط رجله في الملعب بشكل مكثف، والجمهور عامل فعال جدا 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 بصراحه. طبعا حقيقي. تعرف يا كريم، بعد اللي انت قلته ده الحقيقه ما تهلكش غير حاجتين، نورتنا، وكل سنه وانت طيب. يعني انا سعيد جدا بالتواجد معاكم، ويعني يعتبر من البرامج القليله اللي بتدي مساحه للضيف ان هو يعبر عن رايه طبعا. وده عهدنا بقناه الاهلي وعهدنا بيكم طبعا، ومبسوط جدا، وكل سنه وحضراتكم طيبين. بالصحه والسلامه. وانت بخير يا كريم، والله نورتنا كالعاده. نشوفك ان شاء الله بعد العيد باذن الله. وبنشكر حضراتكم اكيد انا وكريم ايضا على متابعتنا النهارده، زي ما كنت بنوه انا وكريم في بدايه الحلقه، النهارده هتكون اخر يوم، او النهارده اخر يوم نعود مره ثانيه بعد اجازه العيد اللي هو الاسبوع القادم تقريبا يوم الثلاث، صح كده؟ المفروض كده، المفروض كده، على حد الا لو حصل حاجه ثانيه. كل سنه وحضراتكم بخير يا رب، مع السلامه.